في محاولة لمصلحة فالنسيا وعرضية تمر ولكن نامي خلصها وأخيرا تتسدد وهدف ثاني. هدف ثاني لمصلحة فريق فالنسيا من خلال كرة كانت عرضية والتسديدة مرت عند العتيبي وفلتت من يد العتيبي. وهنا أيضا سولدادو أيضا لاعب ختافي يعود في مباراة أولى يعود مع فريق فالنسيا من خلال هذا اللقاء وهدف ثاني لمصلحة فالنسيا باثنين مقابل لا شيء. إذن في خارج الديار ما بين الهلال وفالنسيا في سلوفينيا في مباراة الودية. شوف الكرة صدت من العتيبي وفي المرمى لهدف ثاني لمصلحة فريق فالنسيا. إذن